السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيناكم مقطع جديد اليوم، بنلعب أرك سرفايفل في قناة أبو طارق. حياكم الله في قناة أبو طارق. اليوم بنلعب أرك سرفايفل إيفولد موبايل. راح نلعب سنجل بلاير. طبعا اللي ما يعرف ارك هي لعبة ديناصورات تقدر تروضهم يكونوا لك. راح نرسم الفايل المنطقة. اصبرنا في المستنقعات. في تمساح بيلف علينا الحين، وراح اشرب منه. في هذه السحلية توقع انه جاي علينا. ايه راح نموت عشان نرسم في مكان ثاني، من هذا المكان صعب. طبعا مثل ما شفتوا متنا، قتلنا الافعى. راح نرسم في هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة هذه أفضل منطقة. الحين راح نجمع أخشاب. هنجمع ثلاث شوود من الشجرة وراح أراويكم الحين. طبعا هذا الإنفنتوري نقدر نصنع أشياء مثل ما تشوفوا. الحين أتوقع إنه نقدر نصنع الأرتش. لازم لنا ثلاث شوود وحق ستون. راح نقطم الأرض. الحين خلصنا الشجرة. هذا ستون. هذا ستون ما أقدر نشيله. طبعا في بيريس. الحين راح نشوف إذا بنقدر نصنع. أيوه الحين نقدر نصنع البيك اكس. هذا البيك اكس الحين بيفيدنا نجمع فلنت وفلات شهود عشان نصنع الستون هاتشد اللي هو الاكس. الحين شوفوا بيساعدنا الاكس ان نكسر الحصى، يعطينا فلنت ستون. ما راح يطلع لنا التون كثير لان هذا اصلا مورد الاساس الفلنت. الحين راح نشوف اذا بنقدر نصنع الستون هاتشت، لكن بعدنا الليفلات ما مقيدنا. اخذنا شوية ليفلات. زي ما تشوف هناك في بدردن هناك فوق، وهناك في ثاني بعد. هنكسر شوية حجر ستون، نبغى فلنت ومتل. شوف هذاك المتل راح نسهره في الفرج بعدين ان شاء الله لما نتطور. الحين بنصنع هذي. اتوقع ان جانا ليفل. لا باقي لنا خلاص الحين بقينا ليفل. بس نكسر هذا. الحين جانا ليفل. راح نزود السبيد فقط. شوف الحين سبيد. اوكي زين حلو. الحين راح طبعا نصنع ستون هاتشد واللي هو راح تعلم هذا. ليش نسيت ما اقدر الحين اصنعه. راح نتعلم هذا والكام فاير وبنحتاج بعد هذا. الحين راح نجمع اغراض عشان بعدين. طبعا يطلب منا الحين نجمع بيري عشان نزود اللي عندنا هذا الاكس بي عشان نلفل. طبعا هذا براسورو لفل 60. راح احاول اقتل هذا اللي تحته.
لبلا 70 قوي ما بيموت. الحين بحاول اقتله عشان احصل لها ايد منه ولحم عشان نقدر ناكله. راح نصنع بعدين كام فاير. هذا هو الحين راح يموت. بس اللاعب ما يحرك. جيل مات خلاص. هاخذ ضربة. راح نجمع هايد وروميت. الحين راح نجمع البيري مثل ما شوفوا هنا. المهمة ما قلنا جمع بيريس. الحين يقولنا ايت اوف يو بيريس. راح ناكل شوية هذا عنب مثل ما قلنا. لكن الناركتك بيري ما راح ناكل عشان ما يخدرنا. هذا دودو في دودو هنا ولا بلا ولا 15 ما اقدر اقتله عشان اجمع من هايد. البدر اللي من 20 ما فايدة. الحين يقولنا درينك سام ووتر. يقولنا يعني اشرب بعض الماء. راح الحين طبعا نلوت الدودو. وهذا في دودو ثاني كم لفله؟ الأسود ليفل 25 وهذا ليفل 20. أوكي راح أوكي الحين جانا ليفل. راح نزود أتوقع فقط السبيد. راح نتعلم ستون هاتشد. الملابس ما الحين ستون هاتشد أتوقع الحين أيوه نقدر. راح نصنع كام فاير. الحين بنجمع خشب بنروح الناحية الثانية هناك. تقريبا راح نسكن هناك. الحين معنا كام فاير. راح نحط الكام فاير هنا والأكس معنا. الحين راح نعطيه فيول. معنا شوية معنا الثلاثة 69. الحين فيول دبر لايت يرفع كام فاير. الحين نسوي لها لايت. لايت نحط فيها اللحم. راح نجمع لنا بعدين لحم في دودو هنا شفتوا. وطبعا هذه حلقتنا مثل ما شفتوا. ان شاء الله نجيكم في حلقة ثانية.